بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على قوة الإيمان وصلاح العقيدة فيك يا ربنا، آمين يا مجيب الدعاء، آمين يا رب الأرض والسماء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. وفتحت السماء فكانت أبواب، الله شيء هول كبير، تندثر النجوم وتسقط السماوات كسفا وغيره وغيره. عاد يقولوا فتحت السماء فكانت ابوابا، ما عادش ابواب الطوفان، هذا ابواب اخرى، الله اعلم مش هي طبيعتها. هذا العالم هذاك يحتوي بالمولى، حتى حد اللي وصله خياله باش يعرف جزء بسيط مك الاهوال هذيك. ولهذا وفتحت بالقوه، قوه تحت امر الله، لو فيرب ديفان، فماش تلكو. قالك شو قال الكركر، ما يجاوب ربي الا بعد ما يرى روحه، يعني جاوب ربي بحكم انك كنت مخلوق، تجاوبه في الحين، وامر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنوم والسلام.